تلاميذ آخر زمن. تفضلوا. شط على الميلين وصل صيتهم مع باريس. كنيس آخر زمن مسكر ومخ فاضي، استاذ نتف شعره، عدرس منه راضي ومش قادر يحكي من قهره. الذكي فيهم مبهول لكتابي ولقراي، حتى يحفظ مش معقول بده جمعة تهجاي. كنيس آخر زمن والشايب فيهم جهلان، عيونه على الميلين تميل، عمرته منه سئلان، مفكر حاله كتير جقيل. مشكل عندن قريب، ما حدا بيلقى كلمة، عطول ضرب وخبيط والمرة بتطحن زلمة. كنيس آخر زمن لما بيجتمعوا بالصف عالفوضى الله يساعد، تمشي الحفلة بلا دف والرقص عالمقاعد. يا حلو صبح نهارنا فل. بونجور قوة، تشرب قهوة؟ لا، ليه التعب ده كله يا ابو ضحكة؟ مالية الوش كله قوة. ما في تعب، ما في شيء. يا سلام، لو ربنا ينوني اللي بالي. يا رب يصير اللي بالك. لا ده انت لايقة قوي فل، ليلتنا فل بإذن الله، فل وعشرة. شو هيدي ليلتنا؟ نحنا بعدنا صبح. معلش حياتي، أصلا ما بشوفك ما بعرفش إذا كانت الدنيا صباح ولا الدنيا مساء. ليه؟ لأنك أنت شمس محرقة، شمس لا تغيب حتى مهما أكلت زبيب. وأنت كم شمس عندك عواد؟ لا أنا عندي شموس كتير قوي، إلا أنت. أنت خرم الأذون اللي جرح قلبي. كله حكي عواد. هو الحب كده حياتي، كله حكي. الحب نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء فإعجاب فحب وإلى آخر السمفونية. يا أهلا وسهلا يا روحي، انت ما حبيتوا تشرفوا ونحن بانتظاركم والغرفة جاهزة. وشو آخر السيمفونية أوعد؟ آخر السيمفونية زواج فخصام فطلاق فمحاكم فنفقة فسجن فتفليسة فوجع دماغ. مدين على عينه اللي اسمه ماجد اللي ما
ملوش دماغ خالص، دماغه بيضة. عن إذنك. العفو، مع السلامة. يا أهلا يا سينو. نعم. متنيل على عينه اللي اسمه ماجد، ما تحدفش لسه علينا؟ لسه ما بين. طب بقول لك ايه، انا هطلع اتسوق واحط كلونيا وبرفانات وبتاع واخد دش وانزل عشان اللعب الحلو. تيجي معايا؟ لا انا بعدين بلحقكم بعد ساعة على الساحة. اوكي، الى غرفتي. يبقى اتحمل الطبع، ولك الطمع ضر ما نفع. ها، لو انا ما بعت النمرة اللي انا صيب الربحاني شو كنت هلا انا؟ نجيب، بتعرف ان بكرة بيكون لنا 25 سنة مجوزين؟ ايه، تنسكر ما تنعاد يا رب. شو رأيك اذا بنحتفل بهالمناسبة؟ وهلا ها؟ شو قصتك، شو عم تعمل؟ وقف دقيقة صمت. عم بتنكت؟ من نكت على حالنا احسن ما حدا ينكت علينا. ايه مهضوم، اطلع ب50,000. شو؟ ايه 50,000. 50,000؟ ولك يا عمي شو انت قالة شفط؟ ولا مرة بتقولي لي خون، دايما هيت 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 هيت. شو قصتك؟ هدول 24,000 بس. ايه، مع المرة مش لازم جوزها يعطيها الا نص 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 ربع حقها. اوب بخاطري. مع السلامة. والمرة الذكية ما لازم تطلب الا قد ما بدها عمرتين. حدا منكم شاف لي بيان؟ شو مضيعتي؟ تبقى مرة تانية شكليب برتكلاع خسرتك. اقول بيير ما بيخاف عليه. انت حطي عن جهشتك وما ليكي منا، نحن بألف خير. انا شفته. وين؟ كنت ماشي انا وياه بالطريق، امنا اجتمعنا بالمعلم نجيب. وما قالوا لك لوين راحوا؟ إذا بدك بنسألك، بس بدك ترجعي بكرة حتى نخبري. ما تخافي علي، ما حدا رح ياكله. قيام. زلوس. وين الباقي؟ عالطريق، لا تقول إلا وصلوا. يعني منيح اللي ما فتحت الوضع، شو كنت عملته ساعتها؟ على كل بيلبق له انه يكون زعيم. اشكركم جدا، عينتك زوجة الزعيم. ان شاء الله بتصير احسن واحد بالدنيا كلها. وانت عينتك درتها. يا بضروب، صاير عم تتدخل بالسياسة؟ وشي هولو أماليا، ما بتعرفي شو بيقولوا عن مرافق الزعيم؟ لا، بعرف شو بيقولوا عن كلب الزعيم. لك تضربي على الألفاظ اللي مثل الدبش. شو نجيب، بعدك واقف؟ أستاذ، أنا الليلة مش رح فيني أطول معكم هالكام بالنهار. خير؟ أنا أقول لك يا أستاذ، أكيد حرمة الليلة ما أذنت له يسهر معانا. أكيد عنده حالة طوارئ. ومنع التجول كمان. صحيح نحن عم نتخانق شوي، ابعد عم تشتغل وغني له. طيب ومين عم ينتصر؟ بدي سؤال يا سينو. طبعاً أنا، والكلمة الأخيرة إلي. إيه طبعاً. أستاذ، إذا هيك أنا بستأذن. خذ هالعصاية برك بيهدوا معك. نجيب، إذا كان هيك الله معك والله يكون بعونك. طبعا. اسم الله عليك يا أستاذ، عقبال حادثة السيارة. سلامة قلبك يا أستاذ. ما بيوقع غير الشاطر. سلامتك استاذ.
بدها تكون الكرسي قديمة. لا أنا بقول الشغلة مقصودة. المهابيل اللي عملوها إذا بريدوا يوقفوا. يلي عملها أكيد جبين. المهبول اللي عملها يوقف. هو أنت الهبيلي اللي خرب الكرسي؟ في الحقيقة أنا اللي عملتها، أصلي خفت عليك توقف تتعب على طول، قلت يريح شوية على جنب. رح تدلك إياها يا عمدة. ماجد وقف. نعم يا أستاذ، يمكن عامل لي عملة وماني داري. تعلمت الألف والباء؟ طبعا. طيب شو في بعد الألف؟ كل الحروف الباقية. أبو فوزي. نعم أستاذ. وين الخطأ بهذه الجملة؟ الخطأ يا أستاذ بهذه الجملة مذكور اسم الخواجة قبل اسم الست. ليديز فيرست يا أستاذ. أستاذ صحيبة ما بيقول أبي إنه نحن أصلنا قرود. دي حالة تانية، ده بينك وبين أبوك بقى. تعرف شو المشكلة فيك يا عمدة؟ أيوة عارف عارف، دمي خفيف، ظريف، وزني خفيف. وبتتاكل من دون رغيف، إنما حاكل صوابعي وراك. الهيئة العمدة اليوم هو نجم الساحة. حتى أنت يا أماليا؟ أجل. مين بيعرف يوليوس قيصر؟ هذا ملك روماني. برافو يا سينو، زقفوله. طيب بتعرف يا سينو شو قال يوليوس قيصر لما طعن بروتوس بالخنجر؟ إيه بعرف أستاذ، قال له أي وجعتني. تسلم لي هالضحكة شو مضواية، أكتر ما دوت الأم للنووية هيروشيما. إيه شو؟ بلشنا بالغزال؟ حسد ولا ضيقة عين؟ من الجهتين. عوض، إذا في بإيدي الشمال اليمين 11 بيضة وبإيدي الشمال 12 بيضة، قديش بيكون في بإيدي بيض؟ إيه السؤال ده؟ ده سؤال بايخ قوي. يا ريت. طب أنا هسألك سؤال، إيه اللي بين السماء والأرض؟ الواو. عامل لي أستاذ. دخلك ماجد، شو عامل الليلة؟ أبداً والله ما عندي شيء معين، وأنت؟ وأنا كمان، ناخذ 1000 ليرة، نسبتها في الهواء، انسقطت القرض. انت تعزمنا على سهره جميله ونظلت في الهواء، انا عازمك. السهره على حسابي، بس وزايد وقعت على قفاها نجلسها. هذه 1000 ليره. هذه 1000 ليره. والليله سهره على حسابك. آه. الليله السهره على حسابي والكل معزوم. أهلاً بارون. أهلاً. كيف وقتين؟ حبيبي ليش زعلان؟ ليش منك بالصف اليوم؟ هلأ مش وقت الدرس يا أبو نبيل. ها؟ لكن بيير معه حق، رهجة الأستاذ بلشت تخف. يعطيكم العافية شبيب. أهلاً كيفك؟ تفضلوا. شو بتحب تاخد؟ شاي، قهوة، حلبة حصى، نسكافيه، كابتشينو؟ ممنونك أبو نبيل، في حفلة بالأوتيل وشي أعزمكن عليها والكل معزوم. تركني بهم يا أستاذ، دخيلك تركني. خير؟ أنا حفوت غير تيبي ورجع لكم، ثواني.
مشكلة ما بده لف ودوران، بدي 25,000 دولار. تريك تريك تريك. ورحت عند خو جناحين تبيع شقفة الأرض، بهدلني أستاذ بهدلني. وما قبل يشتريها؟ بالعكس، صار له مدة بعين، بده بيع شقفة الأرض، بده بيع شقفة الأرض. وبالعكس بالعكس ما في مشكلة أرتين خلاص. لا في مشكلة، إنه طمع صار بده يشتري أرض ببلاش. قال خلاص ما تعتلم، هلا بتروح بتسهر معنا وكل شيء بنحل. أستاذ كيف بده بنحل؟ هلا بحكي مع العمدة ومنحلها أنا وياه. أبو شفايفه طب وشفايفه وشفايفه كمان بتذبح بتذبح بالقوي ولعها ولع شعللها شعللها ولعها ولع شعللها شعللها ولعها ولع والله ما لنا عين هيدا هذه اللي مثلها يا ما خير ببيوت عامرة سالينا شعللها شعللها يا روح ولك يا روح ولك يا روح أمرا أصلي شوي لك يا حياتي خليلو نسيت تنفهمة دي مضبوط أحلى ما نشورلون إياها ودي عليك على ألفاظها ياه مش عيب عليك تحكي يا معجة بلهجة شو بحطك أنتي هاي خطيتي وهاي ما تبلعها يا حبيبي يا هيك الزرج ما بلع ضربها بالجرم مطرح ما تروح ورا وراك 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 مطرح ما تروح وراك تروح شمال وراك تروح يمين وراك تروح شمال وراك تروح يمين وراك سوري نقصتك بس قلت رح لاقيك هون حبيت هالمطرح هو حلو وشاعري بس حزين ما هو الإنسان بحاجة لجلعات حزن من وقت لوقت هي أول مرة بشوف الأستاذ عم يحكي جد وعم يمزح ما هو الحياة كلها مسحة كبيرة حتى ورا بس انتك في حزن أنا ملاحظ بلشنا نقلبها دراما شو رأيك نغير الموضوع؟ اوكي بس هيدا الشيء ما راح يعفيك من سؤالي كيف شايف الصف؟ حلو موضوع طيب فيني اسالك ليش عم تتابعينا دايما؟ قلت اتسلى عجبتني الفكره وهلا؟ هلا اختلف الموضوع ما فهمت انه ما في شيء لا ينفهم يعني Doug, he's sleeping now. ما فيش يا صفير. صباح الله. مش مرشوشين تفضل. ده ايه تفاح كبير التفاح ده. لا ما ينفعش. عنب مثل الذهب. تفضل صحتين. قولي تعال كم هي. مين صاحب مين المالك مين اللي بيملك الارض دي كلها عبد الفقير يلي واقف قدامك مستاجره من مالك الاصلي يا عمي فقيري وغني انت بتكلم ازاي انا شايف حاجه تانية خالص وريني كده لف لفه انا لف لفه بليز بليز لا 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 لا, لا. وريني افتباك افتباك وريني ودانك اوه لا 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 ربي اوه ماي جاد على فكره انا شايف انك هتبقى اغنى اغنياء المنطقه دي كلها مين حضرتك سوري مستر انا ما قدمتلكش نفسي اي ام سير لورانس اوليفييه الشهير بكوبنهاجن عالم اثار انجليزي يا عزيزي مش مبين عليك انجليزي بس استاذ يس 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 يمكن عشان ترارات وتربيت وكبرت وبقيت صبي وبعدين زي ما انا كده في حواري لندن شو يعني؟ انت قلت للفقر باي باي خير ان شاء الله خير
بس بقول لك حاجه خواجه، اللي هقوله لك كلام مظبوط، كلام جامد، كلام فلسفه. اللي هقوله لك كله كلام تحطه حلقه في مراخيرك. بونجور بونجور أنا بحلم ولا بحلم؟ يا ميت بونجور، يا أهلا وسهلا، دخيلك رصيني لأتأكد أنه أنا بالحقيقة مش بالحلم. حبيبي قال ايدين الناحمة يا تغمريني، كلك ذوق ابو فوزي. ابو فوزي، وبتعرفي اسمي كمان؟ قالولي انك عندك غرفة للايجار. قلبي مسكنك قلبي. اوه شو أبو فوزي، عم تطلب إيدي للزواج؟ إيه بس أنا ما بقبل درة. وحياتي أنا أعزب وما بس ضمي إلا أمي. وإم فوزي شو بها؟ وفوزي لا أنا ما بحب قشرة رجال من عائلته، مع أنك مهضوم وعجبتني. قلت لك بحياتي ما تجوزت. فكرك مش فوزي وابو فوزي، لك هذا لاب لا في فوزي ولا ام فوزي. شو قلت يا روحي؟ انه اترك لي وقت فكير. المهم ما تتركيني استوي كثير. هلا بعد في قصة الغرفة، رح تأجرني عندك هل صيفية؟ ولا شو الأجار؟ مدام حنصير سوا واحد. ومن هلا تنصير وين بدك يلي اسكن؟ خليني فكر يا روح قلبي. عم تحكي جد يا ما عم بضحك علي؟ بقول لك ايه؟ ده انا حقفل لك بقى، ادي واحد وادي اتنين. بقول لك ايه؟ احترم نفسك. بقول لك احترم نفسك، ما فيش حاجه اسمها جد ومش جد، انا ما بهزرش معك. طيب هيدا خارطه بس مش مبين ولا اوله ولا اخره. هي لازم تكون كده، لازم تكون كده. الله، مش خارطه قديمه؟ ايوه لازم تكون خربيشه وبايظه. الله، تحكيني نفتح له؟ ما افتح لك، والله افتح لك بابا قاسي قوي. اتكلم انت. طيب بفترض انه كلامك مظبوط وصحيح. تقول ايه؟ بفترض؟ انت مستغني عن نفسك؟ انا يا استاذ ما حدش يقول لي افترض، انا كلامي موجود، يعني موجود. افترض ايه وبتاع ايه؟ الكلام كويس. طيب ما تزعل. عم بتقول هذا كنز قديم، ما هيك؟ قديم من ايام اجداد امك. طيب كنز قديم يعني اثار، والاثار ملك للدوله. يعني ايه؟ مش فاهم. لو طلعنا الكنز من هون، يعني لازم نسلمه للدولة، وإلا بنصير أنا وياك حرامية. أيوة، ما أنا حرامي، أنا قارم أثار، أنا فاهم إن الحكومة والدولة هتمسكنا ونبقى نروح السجن، إنما أنا عامل حسابي يا أستاذ. كيف يعني؟ إيه كيف يعني؟ بقولها لك وما تعمليش كده. طيب وكده بتعمل لي كده؟ بقول لك ايه؟ وعامل لي كده على الترابيزه؟ عامل لي كده على وبتعمل كده، بتفتح كده. طيب شو بعمل؟ بتعملها مرتين؟ الله، بتحطها على راسك؟ دي اشاره جواسيس ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ لا احترم، وما تبصليش البصه دي، في طياره هتنزل عليك. لا اعمل معروف، اللي اقوله لك نفذه بالحرف الواحد بس. الأيدي طمني، هي غرفة يعني مش قد المقام،
ومؤجره صحيح، بس يعني بتوفي بالغرض. اوكي، امتى بقدر استلم؟ احلي بس بدك تفلتي لي هيك شي يومين. نو لا 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 بكره الصبح بدي اجي اخذ المفتاح. ولك تكرم عينك الغالب بالقصدك المفتاح وصاحب المفتاح. اوكي قاعدين اتفقنا. متفقين على طول يا روح. صحة وهم. باي باي لك باي يا تؤمري قلبي باي. لما هو حق الأستاذ مسعود؟ شو الحكي؟ بعدني تحت نصيبة سلامة. أخذت قنينة الكزوز معها. طيب ياسين، ما بتعرف وين راح العمدة؟ ما بيسوى أنا حل محله. إنه لا ياسينو، لأنه أنا عايزته بموضوع خاص. إذا في شيء وبقدر أنا ساعد، أنا وياه نروح بالروح. إيه الله يخليكم لبعض، مالي برجع مرة تانية. لا تعي لعيلك. شو؟ إذا بدك تنتظري ما بقى إلا يوصل. أوكي ما في مانع. اتفضلي على الصالون، ولما بيجي أنا بخبره إنك أنت جوا. يسلموا ياسينو. الله يسلمك. ياسينو. نعم. ما ملاحظ انها مدبقة على العمدة؟ شو بلشت غيرة النسوان؟ والله انا بدي غار من هاي شقفة هيك اجتماعية، ما بعرف شو انا. اعوذ بالله، انتي ما بتغاري بنوبي يا دكتورة ناتاشا. يمكن، شو بعرفك؟ انتي صار معك مثل جحا. جحا؟ مين هيدا؟ هذا جحا، عفوا جحا بالتاريخ من زمان. كذب كذبة وقاموا صدقوها العالم، لما شاف العالم صدقوها قام هو صدقها ولحقن. وينك يا اخي لهلا؟ في ناس عم يستنوك بالصالون. شو منين هالعنبات؟ ده من بستان ارتين. ليه في ايه؟ سرقوه؟ ماني سرقوه؟ ايه سرقوه؟ بقول لك ايه، بلاش لك وعد، امسك ده حطه في الثلاجة. مين جوه؟ الست مادلين، صار لها ساعة عم تستناك على نار. ايه روح قمدة تفيق قبل ما احترق. شفت بقى كل اخبارك زفت. هات ودنك. شو بدك فيها؟ تعالى انت زعلان منها ليه؟ الله مش معاك واحدة غيرها. شو اسرار كرملين؟ شو الحكي؟ والله زي ما بقول لك ده حصل بالظبط. سبحان الله. الله بعدي اسمه بيطعم الحلال لهاللي ما له قدام. عندك مانع؟ ربنا عايز كده. ها؟ حاضر. أنا ياسينو؟ نعم. شو كان عم بيقول لك العمدة؟ هاتي ابنك. وين كنت؟ أبداً، كان عندي شوية شغل خلصته وجيت على هنا على طول. ليك أنا عاوزتك بموضوع وبدي أسألك سؤال وحب تجاوبني عليه بصراحة إذا بتريد. تفضل اسألي. في شي بينك وبين الأستاذ مسعود؟ بيني وبين الأستاذ مسعود؟ الأستاذ مسعود صاحبي وصديقي، إحنا زي العسل على القشطة. ليه بتسألي ليه؟ لأنه لاحظت إنه في خلاف بينك وبينه وأنا ما بعرف شو هو. إيه الوهم ده؟ خلاف؟ خلاف إيه؟ ده إحنا بيننا وبين بعض حاجة كده رهان، يعني مش عارفين مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر بس. وبعدين مهتمين بس هيك يعني؟ ما في شيء تاني؟ لا ولا تاني ولا تالت ولا رابع ولا خامس. وبعدين مهتميه بيه قوي كده ليه؟ انا مجرد زميل يعني. زميل، فهمت. ياسين هلا انت يعني متاكد من خبريه الكنس؟ لك شو متاكد؟ متاكد 100%. وبعدين متاكد من جهه موثوقه يا من العمدة نفسه. طيب والعمدة كيف عرف؟ عرف من عالم آثار إنجليزي. بعدين أنت ليش مهتمة بالموضوع كل هالقد؟ لا يا مش مهتمة، بس إنه هيك عم بسأل هيك. يا سعيد. لوين؟ على الحمام. يعني هلأ كلهم صاروا يعرفوا قصة الكنس، شو بدي أعمل؟
بعدين شو بدي اقول للزعيم؟ بيرو غريب، انت بدك تتعلم تدق الباب قبل ما تفوت. انت هون والطايعه قايمه قاعده. ايه اخبارك؟ كلش ام البوم. شو فيها بكره هالصبح؟ اول شيء صرنا الظهر. ثاني شيء عم تتمسخري حضرتك والثروه رح تطير من ايديك. ثروه؟ قعد قعد بير، قعد، بلكي هالقعد بصير بفهم عليك اكثر. وهلا قل لي عن اي ثروه عم تحكي يا بطل؟ الثروه اللي هبطت على ارتين تاري، من شان هيك ماشي على الصف امبارح. ارتين؟ ارتين مغايره؟ يا ما تحت السواهي دواهي. لك يا حصرتي منن له، ما هو عن ارضي حكم. كيف عرفتي انه الثروه مدفونه بالارض؟ عن اي ثروه عم تحكي؟ عن كياس الذهب اللي هربن حفيد جنكس خان الاول ودفنهم بارض ارتين. لك شو عم تضحكي هلا؟ شو مش مصدقتيني؟ خبريه يا بيرو، خبريه من هالنوع ما بتتصدق. شي مش معقول. قلت لي حفيد مين اللي اجا؟ جنكس خان الاول. اللي جنكس خان الاول؟ حفيد جنكس خان الاول وعظمته بارض ارتين؟ اذا مش مصدق روحي اساليه. عندي فكره احسن، شو رايك تروح لعنده تساله؟ ما في داعي ست عليا، اجا منه لحاله وخبره لارتين. جنكس خان الاول؟ شو هيتك بالمره؟ جنكس خان مات من زمان، شو بده يجي يعمل بارض ارتين؟ لكن مين اللي خبر ارتين عن كنز؟ جي هارفرد كوبنهاجن. ومن هو هذا كمان؟ ذاك هذا اكبر عالم اثار بالعالم. يا بيان انت رح تجنن. لحظه هلا فهمت. منيح اللي فهمتي، الك بالعاده الطاوله بس مش هالقد. معقول تكون عملتك يا مسعود؟ أبو فوزي؟ أبو فوزي؟ أهلاً أبو نبيل، أخلع من الصريخ. لك وين سارح يا أبو فوزي؟ الحياة يا أبو نبيل، عم شوف حلم حياتي عم يتحقق قدام مني. فوزي؟ وعتكون مغرومة؟ ليش شو يعني؟ الغرام عيب؟ هلا هو مش عيب بس بس شو؟ بس حاجت بس بس روح عزبونات، شو بزبوناتك شو بدهم؟ هلا بتسمي هودي زبونات؟ لك يا ابني فيك تخطفني طق على الحنك وتروح على شغلك وبلا جعدنه. لك ايه بتأمر يا معلم. لك اهلا بالعوادم، امروا يا شباب. شو مبين اليوم في تهذيب من غير شعر؟ شو القصه؟ خيي انا زبون عندي هون ملك، فشو بتأمروا انا بخاطركم؟ لا 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 ما يأمر عليك ظالم يا ابو نبيل. شو الظاهر صاير تعرف قيمتنا؟ دخلك؟ شو بو ابو فوزي مش على بعضه؟ إيه شو بيعرفني؟ لك كيف شو بيعرفك؟ لازم تسأل عن جارك واحواله ولو؟ معلم فهيم انا منخوري مش طويل. المهم ما يكون لسانك طويل. معلم فهيم شو سمعنا في شي اخبار بالضيعة جديدة؟ ها منش في ولا خبرية، بس انا شايف بعيونك في شي خبر. يا مسكين راحت عليك المي، عم تمشي من تحت اجريك وانت ما معك خبر. أقولك من شين هيك مجلدين. خبرني شو في، ما بقى في اتحمل. قول. سمع مني هالخبرية بس لقط لي دبانات عقلك منيحة. أكيد في شيء. لك معي خبرية بتسوى مليون ليرة. مليون دفعة واحدة؟ يعني لما تعرفها يمكن تدفع شوي زيادة كمان. هاد شو؟ ولو هون بدنا نقوله ما في لجوة نشرب لنا فنجان قهوة نحكي لنا كلمتين عربية. طيب تفضل. تفضل. على عميم على عمام طيروا علي يا حمام. إني بالسكينة وراس السكينة مسمى. على عميل على عمام بيضة وشعرة يا سلام. يوم بأجر هالأوضة ومن بكرة الوحد منا. يوم بأجر هالأوضة من بكرة الوحد منا. يوم بأجر هالأوضة من بكرة الوحد منا. ولك
استاذ احلى ناطرك عفراء الثمر. يا اهلا وسهلا. شو ما بدك تكفي ابو فوزي؟ عيبنا سكوتك شوي هالمجعز كونه في حديث كثير مهم بدي احكيه انا والاستاذ. يعني على طول بتقولوا لي سكوت سكوت سكوت؟ لا انت بتضل ساكت. انا ما بفي اتحمل ما بفي اتحمل ما بفي اتحمل. تفضل استاذ عون تفضل ارتاح. شو بهذا ما في يتحمل ما في يتحمل؟ في هذا بيوقع بالساعة. المهم اسمعني مليح. العوافي معلم ارتين. اهلا وسهلا خوجة نعيم. كيفك؟ الحمد لله. شو ما له عادي خوجة نعيم بيجي على الكرم هون؟ للحقيقة معلم ارتين عزت علي امبارح الدنيا كتير لما طلعت من عندي مكسور الخاطر، فجاي وقف على خاطرك. عشان قيمتك يا خوجة نعيم. انا تحت امرك. تفضل. شو هيدا؟ هيدا تشيك ب$30,000 ثمن الارض. امبارح طلبت منك $25,000 وما اعطيتني خواجة. ما قلت لك يا ارتين انه امبارح عزت علي دني كتير لما طلعت من عندي مكسور الخاطر. خلي مصرياتك معك. يه كتر خيرك. شو زعلان مني؟ فرج الله. طبعا فرج الله طبعا. امال ربنا هو اللي بيفرقها. امال لازم ربنا يفرقها، انت فاهم ايه؟ بس القصة وما فيها يا خواجة نعيم انت عرفت، انت لئيم خبيث. خبيث خبيث قوي. عرفت ان الارض بتاع الخواجة ارتين فيها كنز كبير قوي، فحبيت تشتريها منه بتراب الفلوس بمبلغ بسيط. مين حضرت الاخ؟ والله اسمه صعب، مش عم يجي على لساني، ما بعرف. انا I am. طيب فهمنا مين انت؟ انا سير لورانس اوليفييه. انا مستر كوبنهاجن، عالم اثار انكليزي يا عزيزي. طيب يا سيد كوبنهاجن، طلباتكم؟ طلباتنا من غير لف ودوران شبرا، يعني لازم الارض دي تعرف انها تمنها عالي 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 عالي، فيها تدفع فيها الشيء الفلاني الفلاني الفلاني. $50,000 هيدا اخر سعر وما كنت تحلم فيه يا ارتين. $50,000؟ ايوه. عس مارتين شكس سيجر ياو. نعم يا رحمك. نعم يا رحمك. ده انا بكلمك انت. تعال انت. ايه كلامك انت؟ ايه اسكت. انا اتكلم انت، انا اعرف اجيب لك فلوس. انا اجيب لك في الارض دي قد اللي هو قاله 10 مرات. فاهم ولا مش فاهم؟ بس 50,000 مش منيح؟ اخرس خالص وما تتكلمش ونفذ اللي قولك عليه، مفهوم؟ انت غبي، انت غبي فعلا. هيك لك انا ابو فوزي، بدك تقلعني من الاوضه ابو فوزي؟ لا لا مؤقتا وبعدين بترجع. لا لا، اللي بروح ما بيرجع ابو فوزي. لك يا زلمه لا تكبر، ما شرحنا لك القصه وبما فيها. ضارب عينك على الشقره ابو فوزي؟ أبو فوزي أبو فوزي أبو فوزي لك ما أنا روح أتفرق عملي أبو فوزي لك. لا يعني لحتى سنين ناطر لا يهجم نصيبي ولا أجل نصيبي. ولا يهجم نصيبك أبو فوزي إلا بوقتي أنا يعني. أخ يا مسعود لو تشوفه شو مهضوم وشو حلو وشو حك، كنت بتعذبني. بعدك سيكت مبارك. انت خدمني هالخدمه يا مسعود وانا ما بنسالك اياها ابدا. لو انا عندي اقتراح يعني هندسي، لو هالاوضه هيدي فينا نقسمها بالنص ابو فوزي، يعني في حدا ينام هيك وحدا ينام هيك. كيف يعني؟ واحد بينام على الواقف واحد بينام على القاعد. طيب امتى بدك فضي لك الاوضه؟ عريحتك. طيب بس مهم لي شو جمعه بس لحتى ادبر حالي. لا 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 لا, لا. معك من هلا لبكره الصبح بدك تفضي الاوضه. لبكره؟ لبكره الصبح. صبح؟ يعني اذا كان الليله بيكون احسن كمان. ليله؟ ليله، اذا ما الليله من هلا بيكون اضبط. مرحبا ناتاشا. الوشكا؟ شو عم تعملي هون؟ شو الهيئة زيارتي زعجتك؟
انه لا مش هيك، بس بخاف حدا يشوفنا سوا. ما في داعي للخوف، انا وجودي بالاوتيل كتير طبيعي وانت لازم تتصرفي بشكل طبيعي. وصل البريد الالكتروني والصور اللي بعتيها كانت ممتازة. وفي اوامر جديدة؟ الزعيم مروان طالب يشوفك. انوشكا كان في موضوع مهم لازم اسألك عنه. طب اسأل الزعيم لما بتشوفيه. هيدا كل شي لليوم. ما بدي وصيكي ناتاشا، الحذر ضروري جدا. اديني عهد الهوى واثبت لي انك بتوفي، وهات لي بعض الامل، قل لي اصبر وضحي، اما وانك تغيب اسمك عليا حبيب، يفتح الله يا حبيبي كل واحد في طريق، وكل واحد في طريق. هلا ابو الياس. شو لهلق عم تطنطن؟ ايه قاعد امر صوتي. يا اخي ما بيصير، جسمك عليك حق عليه، لازم تلعب رياضه. شوف الرياضه هيك، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، بتلاقي صحتك مثل الحديد. يا ياسين جدودنا زمان لا كانوا بيعملوا رياضه ولا شيء، وصحتهم زي الحديد ما شاء الله. وهلا وينهم؟ الله يرحمهم. انت عارف انه ستي ام امي والله عاشت 90 سنه وبدون رياضه. بدون رياضه؟ والله بدون رياضه. 90 سنه؟ 90 سنه. السيدي العاب رياضه وبتعيش قد منها على 3 مرات وبتصير على العكاكيز. والله ايمه بايمه بايدك، اطلع غير اوعيك ونزيد، لا اطلع انا وياك نتريض. لا 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 انا صحيح اطلع غير حواجي، بس ماني رايح معك بصراحه. لك انا بدي من شانك يا حبيبي، النصيحه كانت بجمل. شو علي؟ انا بلعب لحالي رياضه. انت تعال. نعم عمر الخواجة. بقول لك انا عاوز واخد عصير عصب مص. عصب مص؟ عصب مص. ايوه عصب مص. انت كتير كلام، ولا واخد ولا مية ولا خمسة وخمسمية ولا واخد ولا مية ولا خمسة وخمسمية. ايه في ايه؟ يلا 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 جيب عصب. حاضر يا بيك. انا اقعد هنا. صباح الخير. اهلا 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 اهلا. مش عايز. فضل فضل. شكرا. اقعد. اهلا. يا سلام، والله كنت بفكر فيك ابن خلال، بفكر فيك منذ قليل، منذ شوية. لوب عن بعضها يا بروفيسور فولكسفاجن. فولكسفاجن؟ كوبنهاجن. ايه حكاك؟ شو قصتك؟ شو بكي مختفية من عبكرة؟ ألو؟ بعدك على الكوكب؟ بعدنا. لك كيفية صفرة ومريضة، بروح بجيب لك حكيم؟ محتارة يا أموالي محتارة. شو اللي محيرك يا روحي؟ أستاذ مسعود. شو بقول أستاذ مسعود؟ لهي أبلش القلب يدق والعيون تزق. لا والله مش مثل ما أنت مفكرة. معك حق، بس القصة هيئتها أكبر بكتير مما أنا متصورة. في شي بالأستاذ مسعود ما عم بقدر أفهمه. رجال مثل كل هالرجال، شو في شي زيادة؟ بالرغم من مظاهر الفرح وخفة الظل اللي عنده، بس في عنده شي هيك، في عنده حزن معشعش جواته. حلوة هيدي معشعش. لهيك ما تلفي وتدوري، القصة واضحة مثل عين الشمس. أي قصة؟ الهيئة حضرتك طبيتي، وبالعربي المشبرح غمزت السنارة. طيبين. أكيد بي عنده معمل شوكولا وبونبون. يا
عيني عيني عيني. شو يا رول، هاي عجبتك القعدة كثير على الكرسي؟ مش بس القعدة من غير كرسي، عجبني اللي مدحت مش كيون هون حط الكرسي. ولك مش بس عينك فين، ايدك طويلة كمان. ومن عندك قوم. طيب طيب حول الطريق. الطريق؟ مستعجل كثير؟ شو لوين العزم؟ مبارك تحت تصف الليلة؟ لا الله يساعدك، من كل عقلك رح يجي حدا على الصف. مش على علمي في فرصة. بلا عقلتك مفرصين يا رب. ولك شو بك الضيعة قايمة قاعدة، رايحين يهنوا. يا عمي يهنوا مين وبشو؟ لك هيك غايبة عن السمع، شو بك وين كنتي؟ لك الضيعة قايمة قاعدة، رايحين يهنوا الخواجة نعيم لأنه بده يشتري الأرض من بارون أرضين. لا هالمرة تخنت كثير، شو بدك اياها رفيعة؟ ما انا تخين. يا الله خليك، هلا مش وقت مسحيتك، مريني هيك تقول لك. لوين رايحة؟ راح الحق الزلمة قبل ما يخربوا له بيته. ماسترة يا حرام. اطيب شي البونبون. العين على هيك تلاميذ زقشطشط على الميلين وصل صيتهم مع باريس. تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن، تلاميذ اخر زمن. مسكر ومخهم فاضي، استاذه منتف شعره، عدرسه منه راضي ومش قادر يحكي من قهره. تلاميذ اخر زمن، حتى يحفظ مش معقول بده جمعة تهجايه.